عندك في الشركه بيفرق عندي زياده في الراتب 30% لان يقدم لي عرض وظيفي. ايه لان انا ليش كنت مدير ما كنت موظف عادي. فتنقلاتي كمدير بالعكس انسب لي انا تسلسلي. الحين لما اكون في ادارتي اكون مدير بدل ما انا موظف ممكن اطلع اداره ثانيه مدير فيصير تسلسلي افضل حتى لو ما كان فيه مميزات ما كان فيه فرق عن الموظف العادي لكن فيه تسلسل حلو لي بالنسبه جميل. لي فهذه طيب شوف وجدي يمكن يأيدني وجدي السهلي قال جربت الاثنين انه مدير وموظف لقيت نفسي موظف اكثر من ان اكون مدير هذا وجدي يقول شخصيته اسمع وش قال السبب سبب الموضوع هذا قال السبب اني انجز عملي ولا اشيل هم غيري واحب ان اكون في علاقه طيبه مع زملاء العمل لا هذا السبب الثاني مشكله شخصيته. يعني هل في مدير مثلا ما يكون عنده علاقه طيبه مع ممكن هل اسباب ترك الاداره انك قد تفقد علاقاتك لا مو شرط لكن على حسب شخصيتك وثاني شيء ممكن انا اخسرك ليش انت سيء في العمل انت صاحب تاخير صاحب غياب ما تنجز طبيعي اني انا احاول احتويك أي. لكن انت اذا وصلت مرحله اني اتعامل معك بالاسلوب الرسمي من ناحيه افاده او امور شيء ثانيه فهو يزعل كموظف أي. ليش تستخدم معي هذا الاسلوب او تقييم نهايه السنه طبيعي جدا هلا اقارنك انت كموظف الان راعي غياب او راعي تاخير أي. زي قبل شوي متاخرت اقارنك في عادل صعب اني اقارنك في عادل سؤال عفوا لو كنت مدير دقيقة هذا يبيني ارن بالمويه لا دقيقة شوف الاختلاف دقيقة انا خوفي لا اله الا الله الاختلاف لا يفسد في الود قضية كل واحد له وجهة نظر كل واحد يسعود يسعود انا بسألك سؤال حبيبي حياك الله لو كنت مدير سم هل سترضى ان تصبح في يوم من الايام بعد الادارة تكون موظف؟ اي عادي طبيعي جدا ما في اشكال انا احيانا من قوة الضغط اقول ليتني موظف من قوة الضغط ما عندك مشكلة في المرحلة الانتقالية هذه لا لا, لا لا عادي طبيعي جدا أنا أحيانا الحين مثلا أنا الحين في إدارتي ودي أروح إدارة ثانية وأصير موظف ليش؟ لأن أشوف نفسي في هذه الإدارة أفضل من هذه الإدارة جميل عادل إيه ما عندي مشكلة ما عندك مشكلة إيه بس يمكن مرتبطة هي بالبيئة اللي أنت فيها يمكن تطلع من الدائرة هاي تروح دائرة ثانية بس يمكن نفس الشركة مثلا بس نفس المكان صعبة نفس المكان نفس الموظفين أصير زميل لهم شوي صعبة شوي. صدمة نفسية يعني حتى الشباب اخوياك بياخذوا لك محتوى بيطقوني شوي ثلاث شهور قدام محتوى طيب ابو غيث لا انا اشوف انه اصلا من غير المناسب لاي اداره ان تحول ترجع مدير الى موظف في نفس الاداره اللي كان هو مدير فيها ليش؟ هذه الصراحه يعني هذه دليل فشل في المنشاه نفسها اختلف صراحه طيب ممكن شافوا شخص دائرة. اجدر منك مثلا طيب. مو قضيه اجدر لا اتكلم اوكي انت تستبعده ما تحتاجه يستبعده يستبعد تماما المنشاه المنشاه نفسها المفروض ان يعني عشان انا احافظ على بيئه القسم هذا حلو المفروض اني ما ارجع المدير الى الموظف واحط مدير عليه طيب فرضا شاف ان الموظف هذا هو شايفه مجتهد مثلا في قسم من الاقسام وبعدين رقاه الى مدير صحيح احسن وبعد ما رقاه الى مدير حس انه جاب العيد مضبوط قال ليته موظف مضبوط هذا جزء من تبعات القرارات يعني كل قرار فيه اشياء ايجابيه وسلبيه صحيح جزء ايضا من تبعات قرار انك تستبعده من الاداره الشيء السلبي انك ممكن تنقله الى قسم اخر كموظف ممتاز لكن ترجع موظف في الاداره اللي كان هو مدير فيها لانه الان عشان تكون في الصوره سابقا كانوا وش يسمون الاتش ار يسمون اداره شؤون الموظفين شؤون الموظفين ورق ارسل ايميل جيب ايميل فقبل فتره يعني قريبه ترى مش بعيده تحولت الى اداره شو اسمه اداره الموارد البشريه فانتبهوا يعني علماء هذا او دكاتره او متخصصين هذا المجال الى انه الاهم في الموضوع الانسان الموظف اللي هو المورد البشري نفسه نعم فانا ادير الموارد البشريه اللي هم الموظفين انفسهم يا سلام من هذا المنطلق لا تخرج لا تجعل الانسان عباره عن ورقه ما له احاسيس ومشاعر انا اوكي بقول لا انا انت بالنسبه لي ما زبط معي برجع عند اخويا بس انت عملت الان على انه ورقه يعني فهمت ما زانت هنا صورتها حطها لا هو له احاسيس له مشاعر اخوياه اللي تعامل معهم مرات بالشد وبالجد ايضا تعاملهم معه يمكن يختلف يعني يصير صحيح. يصير بالنسبه هل هز الكيان كله عشان مشاعرك لا مو بهز الكيان هنا النقطه هنا الخلاف انه هل اهتم بمشاعر الموظف هذا جزء من اداره الموارد البشريه الان انه جزء كبير من الموظف انه اهتم بمشاعره ومشاعر زملائه ممتاز يعني انا الان بافتح مجال في الاداره اللي ارجع المدير الى موظف لزملائه افتح لهم مجال
تصفية الحسابات. لو كان تعامله سيء مع زملاء الفترة الماضية بغض النظر، أنا برجع عندهم أعالج مشاعرهم، أعالج مشاعر 20 شخص ضعيف واحد. أنا عندي مذاكرة مهمة. تفضل أبو. إحنا ترى أمام خيارين، خيار أعطيكم مثال. إحنا أربعة بنفس القطاع بنفس الإدارة ونفس الاختصاص. جميل. حلو. مديرنا مات، استقال، سافر، هاجر، صار اللي صار. حلو. بيرشحون واحد منا. حلو. لأن صالح أعلى إنتاجية أو أدق منا في العمل أو لأنه قبلنا بسنة حطوه مدير. بس هم ما قاسوا هل هو إداري ناجح ولا لا. أي. هل هو يستطيع أن يدير مجموعة ولا لا؟ عشان كذا بعض الشركات شو تسوي؟ تقول تكليف لمدة شهر صالح إدارة خلاص. كتجربة. إيه هم أصلاً داخل عندهم إنه نجرب شهر، الأمور زينة خليناه، ما يبزينة رجعه، ما يتأثر نسين لأنه إيش؟ مكلف. لأنه مكلف. إيه هذه ميزة. وهو ما يخسر. في ناس في أحياناً يعني توصل فترة التكليف إلى 6 شهور. طيب. يعني هو كويس مو كويس ها؟ بس يعني يبغى بس الوقت. في حال رجع للوظيفه من جديد اصلا هو اصلا ما راح يتعامل معهم اي بس شينا في حق قالنا معناته ما نجح لا هو لا اصلا كلف ما راح ياخذ صلاحيات أيوه. ولا حتى نفسيته تتاثر ولا راح يفقد عمله اي بيقول زملائي ما اقدر انا ترى مكلف يومين 3 ايام بطلع بس